الرحمن الرحيم تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الخميس 14/10/2021 الدفعة 18 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته المديرية 60 طن. اليوم الخميس الموافق 14 من شهر أكتوبر عام 2021 من مقر مديرية أوقاف الجيزة تم وصول 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي هذا اليوم، وبالتالي يكون الذي وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 66 طنا حتى تاريخه. بفضل الله تعالى وصلت اليوم الخميس 14/10/2021 ميلادية الدفعة 8 من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية حتى تاريخه 16 طن. استقبلت مديرية أوقاف السوق اليوم 14/10/2020 كمية 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وإجمالي ما تسلمته المديرية من بداية المشروع إلى الآن 58 طن. والله تعالى نسأل التوفيق والسلامة.